صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد استخراج تأشيرة عامل وأنا ليس لي حاجة بالعامل. يقول أحسن الله عليكم: أريد أن أستخرج تأشيرة عامل وأنا ليس لي حاجة بالعامل، وإنما قصدي المتاجرة بها وعرضها للبيع، فما حكم عملي هذا؟ هذا يتبع النظام، نظام الاستقدام ونظام العمل، وهم لا يسمحون بأخذ التأشيرة إلا لمن يريد عامل يشغله عنده، لا يسمحون أنك تجيب عامل وتشغله عند غيرك وتأخذ عليه دراهم، لا يجيزون لك أن تبيع التأشيرة، كله مخالف للنظام. نعم.